سعادة السفير، هناك الكثير من التساؤلات حول انتقالكم إلى مدينة جنيف، فريق العمل الذي يعمل معك، فما هي الأسباب؟ الأسباب هو أنه يعني كان مقرر من زمان على أننا ننتقل جنيف عندما يقترب الوقت لانعقاد مؤتمر جنيف. فالحقيقة يعني كنا مقدرين على أنه بداية سبتمبر يكون وقت مناسب لبدء العملية التحضير لمؤتمر جنيف، حتى إذا كان ما انعقدش في سبتمبر، ولهذا يعني جينا، كان بالنسبة لنا وقت مناسب. هل ذلك يعني أن جنيف 2 اقترب موعده، أو هناك موعد محدد، أو حتى إحساس بأن هناك في عمل جدي من قبل الأمم المتحدة؟ ما في شك أنه الأمين العام للأمم المتحدة مستعجل ويريد أن هذا المؤتمر ينعقد بسرعة. الروس والأمريكان يشتغلوا معنا أيضا أعتقد بجدية، ويعني يصرحون أنهم يريدون المؤتمر، ولكن الأطراف لا تزال عندها بعض التردد. الحكومة أعلنت على أنها تريد مشاركة في هذا المؤتمر، وإن كان يقولوا أنهم عندنا أسئلة وتوضيحات وهكذا، لكن المعارضة لم تقل بعد كلمة نهائية بأنها تريد المشاركة، ولكن أعتقد أنها ستوافق على المشاركة، لكن الموعد لم يتحدد بعد. ولكن بناء على تطور الأحداث الأخيرة على الأرض، خاصة ما حدث من يوم الأمس، هل تتصور سعادة السفير أن هناك في إمكانية لعقد المؤتمر، أم هذه الأحداث على الأرض قد تؤثر سلباً على انعقاد المؤتمر؟ يعني شوف، هذه الأحداث تؤكد أن سوريا هي الآن أكبر خطر على الأمن والسلم في العالم، في المنطقة الشرق الأوسط، العالم العربي، ولكن في العالم كله. يعني الدمار اللي حصل داخل سوريا، الخسائر البشرية التي تكبدها الشعب السوري، وهذا السيل من اللاجئين الذي تدفق على الدول المجاورة، كل هذا يخلي المشكلة تتطور من عملية احتجاج ومظاهرات إلى حرب أهلية، إلى يعني خوف من أنها تتسع إلى حرب إقليمية. وبالتالي أكرر ثانيا أن هذه أكبر مشكلة، أكبر خطر يهدد الأمن والسلم. الأحداث المتعلقة بالحديث عن إمكانية استعمال أسلحة كيميائية في قريبا من العاصمة، على بعد 4 أو 5 كيلومتر من قلب العاصمة، يؤكد خطر هذه المشكلة، والحقيقة يدعو الجميع إلى العمل من أجل إنهاء هذه الحرب وهذه الأزمة.